ولمزيد من مناقشة ظاهرة انتشار المخدرات في العراق وتحول البلاد إلى منتج ومستهلك للمخدرات، ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي من أوسلو الكاتب الصحفي السيد داود البصري. مرحبا بك معنا. أهلا وسهلا بكم ومرحبا. تابعتم بلا شك ما أفادت به وكالة شينخوا الصينية التي أفادت بأن العراق تحول إلى سوق تجارة وتعاطي للمخدرات بعد أن كان ممرا في السابق، ونحن دائما نقف أمام مقارنات بين انتشار هذه الظاهرة الآن بعد احتلال العراق وتعاقب الحكومات وبين ما كان عليه الحال قبل الاحتلال. كيف تفسر تنامي هذه الظاهرة يوما بعد آخر؟ يعني هذه الظاهرة من ضمن الظواهر السلبية التي أحاقت بالعراق، وهذه الظاهرة طبعا تعبر عن واقع الانهيار الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والحياتي والبيئي ايضا اللي يعيش العراق. العراق سابقا وفي فترات ما قبل الاحتلال وحتى في ايام الحصار وما قبل الحصار وما بعده وحتى خلال ايام الحروب التي هبت على العراق، من الحرب العراقيه الايرانيه الى حرب الكويت والحروب الاخرى، لم يكن يعاني من هذه الظاهره. هذه الظاهره بالمخدرات كانت ظاهره غريبه جدا على الشعب العراقي، لانها ظاهره لا تتناسب ابدا مع مستوى وطبيعه الشعب في تلك الفتره. لكن وبسبب ايضا اجراءات الحكومات السابقه، الحكومات المركزيه، نعم، اللي كانت حريصه اشد الحر على تنمية اجتماعية حقيقية وعلى قيام مواطن حقيقي يعني بالوطن. لكن منذ مرحلة الاحتلال وما بعدها ووجود الانقسامات الطائفية والعرقية ووجود الجماعات الجماعات اللي العميلة للخارج واللي مرتبطة بأجندات خارجية، هدفها الحقيقي تحطيم البلد من الداخل، وأسهل طريق إلى ذلك هو إشاعة المخدرات وإشاعة ضروب الفساد الأخرى. وهذه من المسائل المعروفة عندما ينهار المجتمع بأن أول شيء يكون المخدرات، ومن مصلحة السلطات أيضا إشاعة هذه المخدرات. لماذا؟ حتى تلهي الشعب وحتى تلهي الشباب عن أمور المطالبة بالحياة وعن أمور وعن قضايا المطالبة بتحسين المجتمع وظروف العمل وظروف الحياة، وبإضافة إلى الأرباح الوفيرة اللي تحققها هذه التجارة البشعة السيئة. طبعا تطور هذه الظاهرة تجارة المخدرات مرتبط أساسا بنمو الميليشيات وبنمو العصابات وبنمو الجماعات اللي تحرص على شد الحرص على التمويل وعلى الغثاء السريع. وهذا اعتقد وجدت فرصتها في فتره ما بعد الاحتلال وفي فتره الحرب الاهليه الطائفيه وفي الفتره اللي نعانيها حاليا. نعم. لان الان اصبحت تجاره المخدرات من ضمن الحروب الحقيقيه لتدمير المجتمعات من الداخل، وحتى في مثلا عند اندلاع الازمات في لبنان انتشرت تجاره المخدرات. في سوريا ايضا انتشرت تجاره المخدرات بعد الانتفاضه بعد الثوره السوريه. والان النظام السوري يتاجر بالتجاره ويعتبرها من مصادر الدخل، لانه في اطار الازمه الاقتصاديه اللي يعيشها المورد الوحيد اللي له هو التجاره، اضافه الى انه الجماعات الطائفيه مثل حزب الله والبقاء والتنظيمات الطائفيه الاخرى لعبت دور بتنميه هذه التجاره، لذلك ان تنميه تجاره المخدرات هي تضرب عده اهداف. لكن استاذ داود، من المفترض في العراق التي تعج هذا البلد الذي يعج ب الميليشيات المسلحة بأعداد هائلة من رجال الأمن والمسلحين وكذا، أن يتحقق الأمن الاجتماعي أو المجتمعي، أن تحارب هذه الظاهرة. لكن يبدو أن هناك تجارة منظمة، هناك أطراف يعني مستفيدة من هذه التجارة أيضا التي تتم بهذا الشكل. أفهم السؤال. لو كانت هناك حكومة وطنية حقيقية تدافع عن الشعب بالحياة الكريمة وتؤمن بأن هنالك تنمية وطنية حقيقية لما حدث الذي حدث، لكن المشكلة أن القوى الوطنية حاميها حراميها، بمعنى أن القوى أن القوى العسكرية والأمنية بمعنى حاميها حراميها، بمعنى أن هذه القوى هي نفسها ما هي إلا ترجمة أو وجه آخر للميليشيات، وهذه الميليشيات تعتمد على هذه التجارة في قوات الأمن وفي حتى في الجيش وحتى في الفصائل المسلحة الأخرى سواء ميليشيات الحشد الشيعي وغيرها. كل هذه عصابات تشتغل بالمخدرات، ليس هم الشعب وانما هم الجيوب وهم الحصول على الاموال وهم شراء العقارات في دبي وفي تركيا وفي اوروبا وفي اماكن اخرى. لذلك هذه ليست هناك حكومه وطنيه تملك برنامج تغيير وبناء وتنميه اجتماعيه واقتصاديه حقيقيه من اجل هذا الشيء. العراق الان بيد عصابات، وعندما يكون البلد بيد عصابات فهذه النتيجه الحتميه. يعني انظر الحال في امريكا اللاتينيه، لا نختلف عن جمهوريات الموز الان في امريكا اللاتينيه، نعم، في المكسيك وغير المكسيك وفي كولومبيا والمساله هذه. عصابات التي تحكم، عصابات باسم الطائفه وباسم الدين وباسم القبيله وباسم العشيره. مع الاسف هذا هو الوضع السائد، لذلك لا تتوقع اي شيء ولا تتوقع اي تغيير حقيقي منه. بالعكس راح تزيد الان نسبه تجاره المخدرات لتدخل انظمه سياسيه اللي وجودها بالامم المتحده وبالجامعه العربيه وبغيرها
سامبة التجارة يعني. سوريا على أكبر مثال يعني، الإبقاع في لبنان مثلا، إيران، أفغانستان، كلها أماكن تصدير زراعة وتصدير المخدرات إلى الناس، وهذه طبيعية. الهجمة مثلا على الأردن من خلال البوابة السورية المخدرات وغيرها، في السعودية حب الكبتاغون وما كبتاغون. نعم. نعود للعراق مرة أخرى دكتور. وزير الصحة السابق جعفر علاوي قال وأكد أن المخدرات الإيرانية وصلت للمدارس الابتدائية ومدارس البنات، هناك تدمير فعلي للأجيال العراقية المتلاحقة. يعني المسألة ليست مسألة عابرة للاستفادة المالية لتغطية أزمة اقتصادية هنا أو هناك، إنما هناك فعل تدميري للأجيال العراقية. أعزائي، قضية توزيع المخدرات وقضية إشاعة المخدرات هذه قضية مرتبطة بمنهج حكومي. وعندما يتكلم جعفر علاوي باعتباره وزير الصحة هذا يتكلم من ناحية المنطقة المهني، لكن في الواقع هو يعرف الأسباب ويعرف الحقيقة ويعرف من الأطراف المسؤولة. الأطراف اللي عينتها بالوزارة هي المسؤولة عن هذا الموضوع. إشاعة المخدرات ليس في العراق فقط، هذه سياسة ممنهجة موجودة ممتدة من المغرب إلى ليبيا إلى مصر بالذات إلى السعودية إلى دول الخليج العربي. هذه قضية محسومة، الأنظمة تلعب دور بإشاعة هذه القضية. أما قضية المخدرات الإيرانية في العراق، فأعتقد العراق الآن مزرعة إيرانية والحكام هم بيد إيران، جماعة الإطار هم جماعة إيرانية، فمن الطبيعي أن يكون العراق مزرعة لهذا الشيء. بالإضافة أنه هدفهم تحطيم الجيل العراقي القادم، هدفهم وللأسف أقول بصراحة يعني هنالك تيارات دينية تعمل على إشاعة الفساد من أجل إظهار برنامجها الأيديولوجي. جماعة الحجتية على سبيل المثال يدعون إلى إشاعة الفساد من أجل ماذا؟ من أجل تعجيل بظهور إمامهم الخرافي الغائب. في هذه المسألة الآن تداخلت الأمور السياسية مع الأمور العقائدية وشكلت هذا الظاهر السيء في المجتمع العراقي. لذلك لا أمل حقيقي إلا بقيام حكومة وطنية حقيقية تعمل على برنامج حقيقي لتنمية المجتمع ولمحاربة هذه الظاهرة. وهذه المسألة أعتقد منوطة بمدى قدرة الشعب العراقي على تغيير أوضاعه، وأن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أشكرك جزيلا الكاتب الصحفي داود البصري، كنت معنا عبر الخط الهاتفي من أوسلو.